السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد يخص عملة هامستر. مبروك يا شباب، تم الإعلان خلاص عن موعد الإدراج وموعد التوزيع بالنسبة لعملة هامستر. التوزيع والإير دروب هيتمهم في يوم 26 سبتمبر إن شاء الله. ممكن التوزيع ده يبقى نفس يوم الإدراج، وممكن يكون في تأجيل تاني، بس هيبقى تأجيل حاجات بسيطة طبعا على حسب ظروف السوق وعلى حسب الأوضاع الحالية. ده بوست كنا نزلناه من شوية على قناتنا على التليجرام من فيكتور قايل عاجل حدثي التي جي اي والاير دروب الخاصين بلعبة هامستر كومباك سيقامان في 26 سبتمبر. يعني خلاص يا شباب، كلها 28 يوم ويتم الاعلان عن التوزيع في الايام اللي جاية دي ان شاء الله. احنا محتاجين نعمل شوية حاجات، ولكن خلينا بس كده ندخل على الصفحة الرسمية علشان نتأكد من الخبر. دي الصفحة الرسمية يا شباب بتاعت عملة هامستر. زي ما احنا شايفين هو بيقول لك احفظ التاريخ ده علشان هيبقى فيه التوزيع والادراج او التوزيع والاير دروب، وهيكون يوم 26 زي ما احنا شايفين كده. فمبروك لكل اللي اشتغل على العملة، ومبروك لكل واحد رجع اشتغل عليها لو كان مبطل من فترة ورجع اشتغل عليها وبدأ ان هو يحقق فيها. ان شاء الله ربنا يجعل فيها الخير للجميع يا شباب. تعالوا بقى كده نرجع للبوت بتاعنا ونشوف ايه المطلوب مننا ان احنا نعمله، ونشوف ايه المهم في هامستر. طبعا انا كنت شغال على البوت يا شباب من اخر فيديو، كنت 2.5 مليون في الساعة، دلوقتي بقيت داخل على 4 مليون. يعني انت لو كنت لسه بادئ يا شباب من ساعة ما عملت اخر فيديو، فانت ممكن تكون حققت ربح كبير في الساعة. حاول ان انت تهتم بالربح في الساعة علشان تبدأ ان انت تكون مؤهل، او ان انت تحصل على كمية كبيرة من الاير دروب. وطبعا المهام اليومية اللي قدام دي بتنفذها، مهام المفتاح طبعا يا شباب مش الزامية. انت لو انت مبتدئ يفضل ان انت تعملها، وحاول ان انت دلوقتي ما تشتغلش على البوتات بتاعت المفاتيح. احنا كنا نزلنا شرح البوت عن على القناة بتاعتنا على اليوتيوب بتشرح بوت بيعمل المفاتيح. لا، حاول ان انت تشتغل شغل شرعي، وسيبك بقى من البوتات والمواقع اللي بتعمل المفاتيح ديت الفترة اللي جاية. طبعا الحل بتاع المفتاح ده انت تخش تشتغل عليه ضروري ضروري. وفي عندي لعبة جديدة هنا في الميني جيم تقدر برضو ان انت من خلالها تكسب عملات. تعالوا كده نخش على خانة الاير دروب من هنا يا شباب. زي ما احنا شايفين في مؤقت اتعمل، بقى عندنا 28 يوم و16 ساعة لانطلاق الاير دروب، وقال لك هنا الليستنج ديت يوم 26 سبتمبر. يعني خلاص الادراج على الابواب، كلها 28 يوم يا شباب. شدوا حيلكوا شوية لو كنتوا شغالين على العملة، لو ما كنتش شغال تقدر تشتغل لسه في اير دروب 2 او موسم تاني من الاير دروب ده. احنا دلوقتي في الموسم الاولاني، فلو انت ما لحقتش الموسم الاولاني تقدر تشتغل، وان شاء الله تحقق فيها برضو شروط كويسة وتواصل معانا في الموسم التاني. في عندنا يا شباب الحاجات اللي هيعتمد بيها، هي اول حاجة الباسيف انكم اللي هو الربح في الساعة زي ما قلنا نهتم بيه. وازاي ان احنا نزود الربح في الساعة؟ بنخش من هنا من الماين الكروت يا شباب، نخش على السبيشيال. دايما في كروت كده بتظهر لنا كل يوم يا شباب في خانة النيو من هنا، النيو كارد من هنا في السبيشيال، نخش عليها يوميا بينزل كروت جديدة. يعني عندنا مثلا الكارت اللي هو ده يا شباب، الكارت ده ترقيه كل 12 ساعة بيديك ربح في الساعة محترم، كمية محترمة، وسعره كمان مش غالي. هيخلص او مش هتقدر ان انت تطور بعد 109 ساعة، هيكون الكارت مدته خلصت. الكروت الجديدة كلها خش اشتريها شباب، وحاول ترقيها لاقصى حاجة تقدر توصلها لها. في عندنا يا شباب في الماركت هنا نقدر، او في الليجل نخش على الكي واي سي ديت يا شباب، نحاول نوصلها للليفل 25 علشان يبقى معانا كارت في الاتشيفمنت. هنا في طالب مني يبقى على الاقل كارت واصل لل 25، وزي ما احنا شايفين يا شباب انا حققت انجازات كويسة جدا في الاتشيفمنت من بعد اخر فيديو. عندي الخانة التانية يا شباب عندنا هنا الايرن تاسك، نخش على ايرن من هنا يا شباب، نحاول الفيديوهات اليومية اللي بتنزل دي نخش نسمعها. بنخش على الفيديو نعمل واتش فيديو ونرجع نعمل تشيك، وبعد ساعة او ساعتين نخش نعمل تشيك تاني علشان ناخد 100,000 عملة ويتسجل لي في الانجازات ان انا شاهدت فيديو.
طبعا الديلي ريورد نخش كل يوم نطالب بالعملات بتاعتنا ونكمل المهام اللي موجودة دي. اهم حاجة برضو يا شباب لو نعرف نعمل دعوة للاصدقاء، اي الاقارب، قرايبنا، اخواتي، اي حد نقدر ان انا نخليه يدخل البرنامج. عندي الاتشيفمنت اللي احنا كنا عندها من شوية من هنا يا شباب، نحاول ان احنا نحقق اكبر قدر من الانجازات فيها، دي بتفرق معانا في كمية التوزيع. وطبعا التليجرام سبسكريبشن ده اشتراك قناة التليجرام بتاعتهم، احنا اول ما اشتغلنا على البوت اشتركنا على القناة مباشرة. وطبعا المفاتيح ديت هي طبعا زي ما قلنا مش إلزامية، ولكن الناس اللي لسه بادية في العملة تحاول ان هي تخش تعمل المفاتيح ديت علشان تقدر ان هي يبقى ربحها كويس من البوت ويكون التخصيص بتاعها كويس. حاول ان انت تجتهد اليومين دول يا شباب، خلاص هو كلها اقل من شهر وان شاء الله ربنا يجعل فيها الخير للجميع. طبعا العملة مدرجة في البيع المسبق او بيع ما قبل السوق على منصة اوكي اكس تقريبا، ومنصة باي بيت ومنصة بيت جيت. متوقع طبعا بنسبة 90 او 95% ان يتم ادراج العملة على منصة باينانس. منصة باينانس مش هتسيب كمية المجتمع اللي موجود على بوتها ماستر علشان يضيع منها، لا هي هتحاول ان شاء الله هيبقى في ادراج على باينانس. وعندنا برضو منصات قوية زي اوكي اكس ومنصة بيت جيت ومنصة باي بيت، المنصات دي برضو من المنصات القوية اللي هتدي برضو قيمة للعملة. ولكن اي عملة احنا بنتمنى ان هي تدرج على باينانس بسبب ان المستثمرين في باينانس كتير وحيتان فعلا في المجال ده، فربنا يجعل الخير للجميع يا شباب. فاحنا نحاول نشتغل وربنا هيرزقنا على قد تعبنا ان شاء الله. ده كده الخبر الجديد من هامستر كومبات يا شباب، حاولوا ان انتوا تشدوا حيلكم وان شاء الله اي جديد هنوفيكم بيه على قناتنا على التليجرام وكمان على قناتنا على اليوتيوب. اهتموا زي ما قلنا بالنقاط اللي موجودة دي يا شباب. لو انت لسه مبتدئ ما تقلقش، في اير دروب موسم التاني ان شاء الله هيتم الاعلان عنه بعد التوزيع في الموسم الاول. بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس، وتابعونا على قناتنا على التليجرام هتتابعوا كل الاخبار وكل العملات اللي احنا شغالين عليها. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.